يا سياح مالك يا ابني مهموم كده ليه؟ معلش يا طارق، اصل انا مودي وحش شويه اليومين دول. طيب ايدك على 50 جنيه. بتوع ايه دول؟ بكره عيد ميلاد صفية والمفروض ان احنا نحتفل بيه. ما تحتفله ولا تتنيله، انا مال انا؟ يا ابني انت المفروض تدفع الضعف. ليه يعني؟ اولا لانك ابن الحاج عبد الستار ليل على سن ورمح، ثانيا انت لسه قابض مكافأة زي الفل واحنا بقالنا 3 شهور ما خدناش جنيه فوق مرتبنا، ثالثا ده عيد ميلاد صفية، وبعدين هو عيد ميلاد صفية هيبقى عيد ميلاد من غيرك يا عريس. وبقى انا مش فايق لتهريجك دلوقتي يا طارق. في ايه يا سعد؟ بس انا سمعت خبر كده عكنني شويه. خبر ايه ده؟ وانت مالك يا بارد يا تلم؟ انزل من على وداني بقى وسيبني اشوف شغلي. عموما انت عشان صاحبي انا جيت اقول لك، وبعدين شكلك هيبقى وحش قوي لما كل الزملاء يحتفلوا بعيد ميلاد صفية، وبعدين انت عارف صفية ما يهمهاش في كل دول الا انت. انا عارف اجيبها فيك ايه. انت هتلبخ ولا ايه يا طاطا؟ لا ابدا، بس بقول البت عينها منك وانا عمال اتنطط قدام عينيها رايح جاي وهي عامله نفسها مش شايفاني. طب اهدى كده وبلاش تنطيط، اركز شويه وريحني من لكك ده. امسك 50 جنيه. ايه بقول لك ايه، انت اقتنعت ولا خايف ابوها يزعل منك ويرفدك؟ لا اقتنعت طبعا، لان انا وصفيه زملاء من ايام المدرسه، وتهيالي يعني شكلها هيبقى وحش قوي قدامها.